الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. الأهلي النهاردة خلاص هيبدأ طبعا من غير أي راحة استعداداته للمباراة الهامة والمنتظرة والحاسمة قصاد الترجي التونسي يوم الجمعة اللي جاية في نهائي دوري أبطال أفريقيا. امبارح كمان الأهلي تعادل قصاد الوصل الإماراتي 2-2 في مباراة الذهاب لدور ال 16 من البطولة العربية. المباراة شهدت إصابة محمد الشناوي حارس المرمى، والجهاز الطبي طبعا دلوقتي بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يقدروا إن هم يجهزوا الشناوي للنهائي الأفريقي بإذن الله يكون جاهز للقاء. كمان إن شاء الله سعد سمير وإسلام محير بيكونوا برضو جاهزين للمباراة. هنناقش طبعا الكلام ده كله وغيره في الحلقة النهاردة. ضيفنا النهاردة هيكون أستاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الأهرام، وكالعادة هستنى برضو مشاركتكم على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. تعالوا نبتدي الاول مع بعض نشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. الاهرام: الاهلي يتعادل مع الوصل 2-2 في ذهاب دور 16 للبطوله العربيه. غياب التركيز عن لاعبي الاحمر وجهازهم الفني والهجمات المرتده سلاح تفوق بطل الامارات. الأخبار: الأهلي يفقد ذاكرته الكروية ويتعادل مع الوصل 2-2 في البطولة العربية. الفريق الإماراتي يهدر الفوز في الدقيقة الأخيرة وعلامات استفهام على أداء المارد الأحمر. الأهرام المسائي: الأهلي ينجو من كمين الإمبراطور. المساء: عملها مروان قبل فوات الأوان. الأخبار المسائي: الشياطين يفلت من الوصل، الأحمر يتعادل مع النادي الإماراتي في الوقت القاتل بكأس زايد. أخبار الرياضة: تعادل عربي يضع الأهلي في خطر، الوصل يكشف العيوب قبل القمة الإفريقية. الشروق طوارئ في الأهلي استعدادا لنهائي أفريقيا. يوسف يفرض حظر إعلامي على اللاعبين ويعزلهم عن السوشيال ميديا ورفض الراحة استعدادا للترجي. أخبار الرياضة: نهائي دوري الأبطال بنكهة عربية، الأهلي والترجي سباق 180 دقيقة على الذهاب الأفريقي. أخبار الرياضة: لتفادي أخطاء النسخة الماضية، الأهلي يبحث عن الأميرة الأفريقية في برج العرب، رهان على النجوم وموقعة الإسكندرية تعود بالفوائد هذه المرة. أخبار الرياضة: كارتيرون نسعى لحسم اللقب بعيدا عن عقدة رادس. الجمهورية: 60,000 تذكرة للمباراة، محارب جاهز للترجي والفريق يواصل الاستعداد بدون راحة. روز اليوسف: المحارب جاهز، طبيب الأهلي إسلام يخوض نهائي أفريقيا. نروح سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم لاخبار النادي الاهلي من على الجرايد. اخبار الرياضه قالت ان كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي طول الفتره اللي فاتت دي كان طبعا حريص جدا ان هو يبعد كل لعيبه النادي الاهلي عن التوتر، طبعا ده كان مهم جدا بسبب مباراه نهائي افريقيا، ولكن برضه هو كان حريص ان هو يحضر اللعيبه من فريق الترجي التونسي. وقال كارتيرون ان هو ما فيش بديل قدام النادي الاهلي غير ان هو يحقق الفوز، فوز كبير كمان في لقاء برج العرب، لان المباراه دي هتكون فاصله بالنسبه للفريق في مشوار حسم اللقب. واكد كمان ان هو دايما مع مقوله اللعب لاخر دقيقه والانتظار لمباراه الاياب في رادس، ولكن المره دي الامر مختلف لان هو عارف كويس جدا ان الترجي مش هيسمح بتكرار اللي حصل قبل كده من النادي الاهلي اكتر من مره في رادس. كمان الشروق قالت ان كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي فرض حظر اعلامي على كل لعيبه الفريق، وده حرصا منه على الحفاظ على تركيز الجميع في مباراه الترجي في نهائي دوري الابطال. وقال كمان ان على الجميع وضع اسم النادي الاهلي فوق كل شيء لتحقيق لقب البطوله، وطلب محمد يوسف من كل اللعيبه البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لانها ممكن تاثر سلبا على اللعيبه في الفتره اللي جايه.
كمان روزل يوسف قال ان اكد خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي ان اسلام محارب لاعب الفريق جاهز لخوض ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي مساء يوم الجمعه اللي جاي على استاد برج العرب في اسكندريه. وقال كمان ان الجهاز الفني فضل تجهيز اللاعب لمباراه نهائي افريقيا وابعاده عن مواجهه الوصل الاماراتي. دي كانت أهم المنشطات والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرائد. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض أهم المواقع الإلكترونية كتبت إيه عن النادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمد يوسف: أغلقنا صفحة الوصل وسوف نستعد جيدا للترجي في النهائي الأفريقي. بوابة أخبار اليوم: كارتيرون الثقة الزائدة سبب التعادل مع الوصل. يوسف: سنتأهل من ملعب الوصل وأحذر من نغمة الكعب العالي أمام الترجي. الأهرام سبورت: الأهلي يبدأ استعداداته للترجي بدون راحة. اليوم السابع: الأهلي يمنع تورم أمامية الشناوي وبرنامجه لتجهيزه لمواجهة الترجي. الوطن: سعد سمير يقود دفاع النادي الأهلي في نهائي أفريقيا. يلا كرة: الترجي التونسي يبدأ استعداداته للقاء الأهلي بحالة من التفاؤل وبدون إصابات. موقع الصباح نيوز التونسي: الجزائري مهدي عبيد شارف حكم لمواجهة الأهلي والترجي. موقع آخر أو آخر خبر أونلاين التونسي بيقول: فرانس فوتبول تصرح أن الأهلي ريال مدريد القارة والترجي يوفنتوس أفريقيا. الصباح نيوز التونسي بيقول: جمال إمام دفاع الترجي لا يطمئن ضد الأهلي. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي للنادي الاهلي من على مواقع الانترنت، ونبتدي مع بوابه الشروق اللي قالت ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي على قدره الفريق في التاهل لدور الثمانيه للبطوله العربيه برغم التعادل مع الوصل الاماراتي 2-2 في ملعب برج العرب. قال محمد يوسف ان حظوظ النادي الاهلي لسه قويه جدا في التاهل من ملعب الوصل في لقاء الاياب واللي هيجمع الفريقين يوم 22 نوفمبر ان شاء الله اللي جاي. وبرر محمد يوسف تراجع اداء الفريق قصاد ضيفه الاماراتي بسبب انشغال اللعيبه بلقاء الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشدد مدرب النادي الاهلي وحذر من نغمه الكعب العالي على الترجي وان الاهلي هيفوز باللقب بسهوله لان الفريق التونسي قوي وعنده طموحات قويه في تحقيق الفوز بالكاس. وقال كمان: نغمه الكعب العالي هتضر الاهلي وهتيجي بنتائج عكسيه، واكد ان المباراه النهائيه هتكون 180 دقيقه، شوطها الاول هيكون في برج العرب والتاني ان شاء الله في ملعب رادس. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان صرح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي انه مش راضي عن اداء الفريق في مباراه الوصل الاماراتي اللي اقيمت امبارح. وقال كارتيرون ان النادي الاهلي قدم مستوى كويس في الشوط الاول واحرز هدف، لكن الثقه الزايده للعيبه خلتهم ان هم يهدروا العديد من الفرص واللي كانت طبعا كفيله ان هم يخرجوا من المباراه دي بنتيجه كبيره، لكن فريق الوصل استغل الفرصه عشان يقدر يتقدم وقدرنا بعد كده ان احنا نتعادل في الوقت القاتل. وقال كارتيرون ان حكم المباراه ما احتسبش ركله جزاء صحيحه للفريق في الشوط الثاني، وكلها امور قادت في النهايه للخروج بالنتيجه دي. واكد كمان ان اللعب بعدد من اللاعبين الاساسيين في المباراه ياتي لقناعته بصعوبه ابعاد اللاعبين الاساسيين عن فورمه المباريات، مؤكدا طبعا ان هو بيمتلك من الخبرات الفنيه ما يمنحه القدره على اختيار التشكيل الامثل. وقال كمان ان اللعيبه كانوا مشغولين ذهنيا بمباراه النهائي قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، واكد انه امر طبيعي جدا خصوصا ان المباراه دي هي الحدث الاهم بالنسبه لينا والجماهير النادي الاهلي. وقال كمان ان محمد الشناوي مش لا يشك او لو لم يشكو ابدا من اي اصابه قبل المباراه، وده كان سبب ان هو يلعب بيه. واكد كمان ان الدفع بيه كان امر مهم جدا على المستوى الفني من اجل تجهيزه كمان لمباراه الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. طيب مشاهدينا، معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. ديا والعوده 20. الوفد استاد النهيان يستضيف وديه منتخبي مصر والامارات.
الفجر أجيري يطالب طبيب المنتخب بتقرير شامل عن أحمد حجازي. فيتو أبوريدا يجتمع بأندية الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات اللائحة. في الجول اتحاد الكرة لا نية لإلغاء السوبر بين الأهلي والزمالك. البوابة نيوز رسميا المقاولون يفسخ عقود الأجانب بالتراضي. الشروق صلاح يعزي نادي ليستر سيتي في وفاة ملكه. سبورت 360 بيريز أقال بتيجي وتعاقد مع كونتي قبل الكلاسيكو. سكاي نيوز كونتي من مصر للندن بعد المكالمة المدريدية. هاس الأسبانية نيمار يطالب رابطة الدوري الفرنسي بحمايته. نروح سريعا معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي عن اخر الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. هنبتدي من اليوم السابع اللي قال تقرر سفر منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده المكسيكي خافيير اجيري للامارات يوم 17 نوفمبر لمواجهه المنتخب الاماراتي وديا يوم 20 في اطار الاستعداد لكاس الامم الافريقيه المقرر اقامتها في يونيو من العام المقبل 2019 في الكاميرون. بيخوض منتخب مصر يوم 16 نوفمبر مباراة أمام تونس في استاد برج العرب في اسكندرية في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون. ومن المقرر أن يسافر المنتخب من برج العرب في اسكندرية بعد مباراة تونس للإمارات، ثم العودة هتكون يوم 20 بعد المباراة مباشرة. كمان الوفد قال ان اتحاد الكرة تلقى اتصالات من الاتحاد الاماراتي بشان ملعب المباراه الوديه اللي هتجمع ما بين منتخب مصر ومنتخب الامارات يوم 20 نوفمبر اللي جاي. الاتحاد الاماراتي ابلغ نظيره المصري باقامه المباراه على ملعب استاد النهيان الخاص بنادي الوحده الاماراتي في ابو ظبي. كمان الفجر قال ان طالب المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد ابو العيلة طبيب الفريق بضرورة تجهيز ملف طبي كامل وشامل عن حالة احمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الانجليزي. بيرغب اجيري في معرفة مدى جاهزية حجازي من المشاركة قصاد تونس في التصفيات الافريقية، خصوصا ان هو غاب عن مباراة فريقه الاخيرة في الشامبيونشيب. نروح لفيتو قالت ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره بيعقد جلسه مساء اليوم يوم الاثنين مع انديه الجمعيه العموميه للاتحاد، ومن المقرر انها تشهد الجلسه دي اللي هيحضرها اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره مناقشه انديه الجمعيه العموميه واستطلاع رايها في التعديلات المقترح ادخالها على لائحه النظام الاساسي للاتحاد وابرزها الغاء بند الثمان سنين وتعديل نظام الانتخابات عشان تصبح بالقائمه وليس بالنظام الفردي. في الجول قالت ان اكد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره ان مفيش اي نيه لالغاء مباراه السوبر المحلي ما بين النادي الاهلي والزمالك. صرح رئيس لجنه المسابقات ان الاتفاق المبدئي انها تقام مباراه السوبر ما بين الدورين، والامر بيتوقف على مؤجلات الاهلي وموقفه في كاس العالم للانديه. وقال كمان انه هيتم التنسيق مع مسؤولين الناديين في ظل ازدحام الاجنده بخوض مباراتي السوبر المصري السعودي وكذلك كمان وديه المنتخب قصاد الامارات في نوفمبر اللي جاي ولم تكن طبعا في الحسبان. وشدد عامر حسين في ختام تصريحاته ان الغاء السوبر ليس خيار مطروح على الاطلاق. كمان البوابة نيوز قالت ان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولين العرب والمشرف العام على الكرة في النادي توصل اتفاق مع الرباعي الأجانب لويس فليب وأدغر ميجل ولويس جونيور ولويس إدواردو للرحيل عن الفريق بشكل ودي خلال المرحلة اللي جاية وفسخ تعاقدهم مع النادي بالتراضي لعدم ظهورهم بالصورة الجيدة ورغبة النادي في تدعيم الصفوف بعناصر أفضل خلال الانتقالات الشتوية اللي جاية. نجح المشرف على الكرة في إنهاء الملف ده بشكل ودي واقناع اللعيبه ان هم يفسخوا عقودهم حتى يقدر ان هو يجيب لعيبه ثانيه او يعمل صفقات افضل في يناير القادم. كمان شروق قالت ان قدم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي تعازيه وتواسيه لنادي ليستر سيتي الانجليزي في وفاه ملكه رجل الاعمال التايلاندي في تشاي خلال حادث تحطم طائرته الخاصه. وغرد صلاح على حسابه الرسمي على تويتر يوم حزين حقا لكره القدم، كل التعازي لعائله واصدقاء الملك نادي ليستر سيتي الذين توفوا بشكل ماساوي.
كمان سبورت 360 قالت ان كشفت تقارير ان بيريز رئيس ريال مدريد الاسباني كان حسم خلاص قرار اقاله جوليان لوبيتيجي وتعيين انطونيو كونتي قبل انطلاق مباراه الكلاسيكو ضد برشلونه، واللي انتهت طبعا بفوز ساحق لنادي برشلونه بخمس اهداف مقابل هدف واحد بس لريال مدريد. واضاف التقرير ان فلورنتينو بيريز اخبر رئيس برشلونه جوزيب بارتيميو خلال اجتماع الغداء قبل انطلاق المباراه ان هو فعلا تعاقد مع انطونيو كونتي لخلافة لوبيتيجي، واتخذ بيريز القرار ده من عدة ايام، وكان اجتماعه مع سيرخيو راموس قائد الفريق هو الحاسم في المسألة دي، واخبره سيرخيو راموس ان اللعيبة مش بيأيدوا وجود لوبيتيجي ومستنيين اقالته. كمان سكاي نيوز قالت ان اكدت انباء مقربه من نادي ريال مدريد الاسباني ان مدرب الفريق الحالي جوليان لوبيتيجي هيتم اقالته، هيتولى الايطالي انطونيو كونتي مهمه الاشراف على الفريق بعد طبعا الحل العاجل اللي خلى رئيس نادي ريال مدريد ان هو يتفق زي ما قلت لكم من قبل مباراه الكلاسيكو مع انطونيو كونتي ان هو يقود ريال مدريد. وحسب صحيفه اس الاسبانيه واضح كده ان كونتي تلقى اتصال هاتفي من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اثناء اقامته في مصر، ودعاه فيها ان هو يتولى دفه تدريب بطل اوروبا واللي كان بيعاني من موسم كارثي طبعا بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه زين الدين زيدان. واكد عدد من الصحفيين المختصين في الدوري الاسباني سفر كونتي المفاجئ للندن قادم من القاهره بعد طبعا ما تاكد تعيينه كمدرب لريال مدريد. كمان أس الأسبانية قالت أن طالب النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بمعاقبة جماهير مارسيليا اللي قذفته بزجاجات المياه والحجارة خلال مباراة الفريقين امبارح يوم الأحد في لقاء الكلاسيكو الفرنسي، وعلق نيمار على واقعة قذفه بالحجارة وزجاجات المياه قائلا أنه أمر صعب أظهروا لنا قلة احترام، وليس لي فقط أنهم قللوا من احترام فريقهم أيضا ويجب تحرك رابطة الدوري الفرنسي. وقال كمان تلك الأحداث تتكرر معنا في كل مباراة نأتي فيها هنا، إنه أمر خطير وقد يتعرض اللاعبين للأذى وعلى المسؤولين أن يتصرفوا. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم اخبار واخر طبعا بوستات الخاصه بنجوم كره القدم سواء محليا او عالميا. ونبديها بقى النهارده بصفحه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على تويتر اللي نشر قائمه الشرف للفائزين بدوري ابطال افريقيا، واللي بتصدر القائمه طبعا النادي الاهلي برصيد 8 القاب، ان شاء الله نحقق كمان اللقب التاسع كلها كام يوم ويكونوا 9 ألقاب يا رب بإذن الله. كمان محمد شريف لاعب النادي الأهلي نشر صورة على الانستجرام من مباراة امبارح مع الوصل الإماراتي وكتب الحمد لله الخير قادم بإذن الله. نروح للصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك واللي كانت طبعا حريصة أن هي تقدم التعازي لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، وكتبت جميع من في النادي الأهلي يقدمون التعازي لعائلة نادي ليستر سيتي عقب الحادث المأساوي الذي وقع بملعب كينج فاول. كمان محمد صلاح على صفحته على تويتر كتب يوم حزين حقا لكرة القدم، دعواتي وصلواتي مع عائلة وأصدقاء أولئك الذين توفوا بشكل مأساوي في نادي ليستر سيتي. كمان كتبت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على تويتر يشعر الجميع في المان يونايتد بحزن عميق عندما علموا أن رئيس نادي ليستر سيتي وأربعة من رفاقه فقدوا حياتهم بعد الحادثة المأساوية التي وقعت الليلة الماضية، خالص تعازينا لعائلتهم وأصدقائهم. كمان كتبت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي على تويتر يشعر الجميع في نادي تشيلسي بالصدمة والحزن الشديد لمعرفة وفاة 5 أشخاص في مدينة ليستر سيتي يوم السبت الماضي بما فيهم رئيس النادي، تعازينا في هذا الوقت الحزين لكل المتضررين. كمان كتبت الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تويتر عائلة باريس سان جيرمان تشعر بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المأساوية التي أودت بحياة مالك نادي ليستر سيتي، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء جميع الضحايا.
برضو نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لرئيس نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وكتبت بعد أن عاد البسمة أو عاد الأمل لجمهور كرة القدم وجعلهم يحلمون من جديد، فيتشاي رئيس نادي ليستر سيتي يرحل عن عالمنا في حادث مأساوي. كمان برضو سيرخيو أجويرو نجم مان سيتي الإنجليزي حرص أن هو يقدم التعازي في وفاة رئيس نادي ليستر سيتي، فنشر بيان النادي الرسمي اللي أعلن فيه وفاة الرئيس على تويتر وكتب خالص التعازي لكل عائلة ليستر سيتي، قلبي يساندكم. كمان نشر ديفيد دخية حارس مرمى المان يونايتد البيان على صفحته برضو على تويتر وكتب خالص التعازي لعائلة ليستر سيتي، وإحنا هنا في قناة برضو النادي الأهلي أكيد بنقدم خالص التعازي لنادي ليستر سيتي. نروح بقى للكلاسيكو، كلاسيكو الأرض امبارح، يعني مباراة أكيد مخيبة لأمال كل المدريدية، وكانت مباراة سعيدة على برشلونة أو البرشلونوية. يعني اللقاء برضو كان بينقصه الكثير، كان بينقصه من ريال مدريد كريستيانو رونالدو ومن برشلونة ميسي، أكيد مباراة يعني كنت متخيل انها تكون ملهاش طعم لكن برضو كان ليها طعم مختلف. طيب الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على انستجرام نشر فيديو بقى عن الكلاسيكو، نروح نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. نجم برشلونه لويس سواريز واللي تألق امبارح واحرز هاتريك نشر على الانستغرام صوره ليه من المباراه وكتب سعيد جدا بمساعده الفريق، لقد ادينا مباراه رائعه واشكر عائلتي على دعمهم المستمر لي واشكر المشجعين على مساندتنا. كمان نشرت الصفحه الرسميه للليجا على الانستغرام صوره لسواريز وعلقت عليها وقالت عندما تكون نجم الكلاسيكو. نشر النجم الارجنتيني ميسي واللي غاب عن اللقاء، طبعا هو غاب بسبب الاصابه زي ما انتم عارفين، نشر صوره على الانستجرام من المباراه وكتب الاحتفال بالفوز الكبير والثلاثه اهداف الرائعه تهانينا للجميع. نشر كمان في دار نجم برشلونه صور على تويتر من الكلاسيكو اللي احرز فيه الهدف الخامس وكتب ليله رائعه من ملعبنا معا حتى النهايه فوز جيد للفريق. كمان نشر كوتينيو واللي احرز هدف صور على الانستجرام وعلق عليها وقال المجد لله دائما تهانينا لسواريز على الهاتريك. وكتب كمان ارثر مايلو لاعب برشلونه على تويتر اول كلاسيكو يبقى في الذاكره للابد مباراه رائعه لفريقنا. نشر جودي البا على الانستجرام الخاص بي صور من الكلاسيكو وكتب دائما احتفال خاص عمل رائع من الفريق وسنستمر كذلك شكرا على دعمكم. كمان إيفان راكيتيتش نشر صورة مع سواريز على تويتر وكتب فخور بهذا الفريق شكرا لمشجعين العظماء. صفحة بلاتشر فوتبول بقى على انستجرام نشرت فيديو لجماهير برشلونة تحت عنوانها لقد فعلوها اليوم، تعالوا نروح نشوف الفيديو. ومن الكلاسيكو نروح للارسنال اللي تعادل امبارح مع كريستال بالاس 2-2 في البريمير ليج، ونشرت الصفحه الرسميه للنادي على الانستغرام صوره من المباراه وكتبت ليس هذا ما جئنا من اجله لكننا سنكون جاهزون لتحقيق الفوز يوم الاربعاء. ارسنال عندهم ماتش طبعا مهم جدا هيكون قصاد بلاكبول في دور ال 16 لكاس الرابطه الانجليزيه. كمان نشر أوناي أمري المدير الفني للجانرز صورة لي من المباراة على تويتر وكتب إنها ليست مجرد نقطة إنها جزء من تقدمنا للأمام. برضو أوباميانغ نجم الجانرز نشر صورة على صفحته على الانستغرام من المباراة وكتب ليست نتيجة جيدة ولكننا مستمرون في الاستعداد لمباراة الأربعاء.
ومن تعادل أرسنال لفوز تشيلسي الكبير على بيرني 4-0 نشر ألفارو موراتا صور على إنستغرام من المباراة وكتب نتيجة رائعة نحو تحقيق لقب البريمير ليج سعيد بالثلاث نقاط وبمساعدة الفريق بإحراز هدف آخر. وفي مانشستر يونايتد مان يونايتد كسب امبارح إيفرتون 2-1 نشر بول بوجبا نجم المان يونايتد والأحرز طبعا الهدف الأول صورة من المباراة على إنستغرام وعلى عليها وقال نتيجة رائعة للأمام إن شاء الله ونستعد للمباراة القادمة. كمان نشر أنطونيو مارسيال الأحرز الهدف الثاني صورة على تويتر من احتفاله بالهدف وكتب بوست كبير شكرا جماهيرنا على دعمكم الرائع. من إنجلترا بقى هنطير لفرنسا بالتحديد لباريس سان جيرمان واللي قدر ان هو يحقق الفوز بره ملعبه في الكلاسيكو الفرنسي قدام مارسيليا 2-0 نشر الايطالي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان صوره من المباراه على انستغرام وكتب بعديها او اخر عقبه نتخطاها. كمان نشر امبابي نجم الفريق الفرنسي اللي احرز الهدف الاول صوره على الانستغرام وكتب ها هي باريس. طبعا زي ما كان بيقول نيمار دا سيلفا ان هم طبعا هناك تعرضوا للهجوم الشرس من جماهير مارسيليا كانوا بيرموهم بأزايز المية والحجارة. طيب دلوقتي بقى معادنا مع فاصل هنطلع من الفاصل ده وهنرجع لكم تاني مع أستاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الأهرام خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك. اهلا وسهلا بخير. مساء الخير يا شيماء. منورنا كالعاده في كلام في الميديا على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. تسلم. ربنا يخليك. طبعا عايزين نتكلم على حاجات كتير قوي وهنبتديها بقى بمباراه امبارح مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي في البطوله العربيه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. شفت اللقاء ده ازاي؟ شفت ان ده استنساخ لتجربه النادي الاهلي عاشها في هذا الموسم. كانت في نفس البطوله مباراته مع النجم الساحلي وكان وقتها كان الاهلي عنده المباراه الاخيره في مرحله دوري المجموعات مع الترجي وكان بعديها بيستعد لمباراه حوريه كوناكري فكان نفس في دور الثمانيه كان نفس الظروف ونفس النادي الاهلي كان عليه ان هو يضحي او يعني مش يغامر ما يرميش كل القوه الضربه بتاعته. الوقت قصير جدا بالبطولات. النادي الاهلي النادي الوحيد في العالم بلا يعني مش مبالغه النادي الوحيد في العالم بيلعب اربع بطولات متزامنه بيلعب دوري وكاس في مصر وبيلعب بطوله عربيه وبطوله افريقيه. مفيش نادي في العالم بيلعب اربع بطولات في توقيت واحد. صحيح. في توقيت واحد متزامن يعني. فالنادي الاهلي طبعا انت عارف ان البطوله العربيه بالنسبه للنادي الاهلي دي بطوله يعني ليها اغراءات كثيره جدا ماديه. صحيح. ليها امور اكثر بعيده عن كره القدم. ليها علاقات ليها قوميه عربيه والنادي الاهلي لازم يكون حاضر فيها بشكل ما. فلكن التزامن طبعا تزامن التوقيت ده بيخلي النادي الاهلي بيكون مطالب في وقت ما ان هو يخوض البطوله العربيه وخاصه مباراه الذهاب يعني. ودايما حظه سيء ان دايما مباراه الذهاب بيلعبها بتشكيل اضطراري او ان هو لازم يكون مجبر ان هو ما يلعبش بالقوه الضربه الاساسيه. شفنا ده حصل في مباراه النجم الساحلي في مباراه النجم اللبناني في مباراه الذهاب في القاهره تعادلنا فيها 0-0 وامبارح اتكرر في مباراه الوصل الاماراتي رغم ان المره دي مستر كارتون اشرق اكبر عدد من اللاعبين الجاهزين من اللعيبه الكبار يعني. شفنا عاشور امبارح بيلعب شفنا احمد فتحي امبارح بيلعب لكن ما كانوش موجودين في المباراه النجم اللبناني في المباراه الاولى لكن كانوا موجودين في المباراه الثانيه وان شاء الله باذن الله هيكون نفس الامر هيتكرر يعني التجربه تتكرر تاني ان شاء الله باذن الله في مباراه العوده مع الوصل الاماراتي. النادي الاهلي يكون تفرغ تماما من مباراه من دوري ابطال افريقيا باذن الله ويكون متوج بالبطوله باذن الله. وهيكون بس يمكن قبليها بس هتكون مباراه السوبر المصري السعودي. صحيح. يمكن بس دي شويه اللي هيكون التوقيت بس متشابه بين او متزامن بين مباراه الاهلي والسوبر السعودي مع الاتحاد جده وبين مباراه العوده قدام الوصل. يمكن تزاحم وتشاحن البطولات مع النادي الاهلي في توقيت واحد دي عامله مشكله فنيه كبيره للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم طبعا عن الاصابات اللي ضربت النادي الاهلي ويمكن الناس كلها قلقانه من امبارح على محمد الشناوي وهل هيكون جاهز للقاء الترجي التونسي ان شاء الله اللقاء الهام والحاسم بالنسبه لنا يوم الجمعه اللي جايه. طبعا احنا سمعنا ان الجهاز الطبي دلوقتي بيسابق الزمان ان هو يجهزه يكون موجود ان شاء الله في اللقاء المهم اللقاء النهائي الافريقي.
هو الامر مش مزعج، يعني اصابه محمد الشناوي نفسها مش مزعجه، لان احنا شفناه خارج على رجليه، ودي كمان بتدي طمانينه لما يكون حاسس بمرمى او اي لاعب مصاب بيكون خارج على رجليه، دي بتدي شويه نوع من الطمانينه عند الجمهور، حتى عند الجمهور والجهاز الطبي. صحيح. حتى كمان على المستوى الفني مفيش مشكله عند النادي الاهلي، مفيش مشكله جامده، ان حتى لو لا قدر الله غاب محمد الشناوي في بديل او في حارس كبير موجود، شريف اكرامي. شريف اكرامي موقوف افريقيا، ما خلصت مبارتين، خلاص انتهى مبارتين. فبالتالي هيكون موجود في مباراه يعني لو محمد الشناوي ما تمثلش لشفاءه، ما يكون موجود معانا في ماتش الترجي، وشريف اكرامي كان موجود، يعني شريف اكرامي واحد من ضمن اربع لاعبين باقيين من الجيل اللي هو فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا 2012 في رادس. يعني يمكن لو رجعنا بذاكره ورا شويه هنشوف ان الباقي من جيل اللي فاز على الترجي في تونس في رادس عام 2012 موجود شريف اكرامي، موجود محمد نجيب، موجود شريف حسام عاشور، وليد سليمان. صحيح. دول الرباعي الموجود، واحمد فتحي كمان موجود. فدي عندنا خمس لاعبين باستثناء محمد نجيب للاصابه، يعني فعندنا دلوقتي عندنا اربع لاعبين موجودين خاضوا مباراه، خاضوا نهائي 2012. فده يعني اقصد ان مش امر مش مزعج ان لو محمد الشناوي غاب، لان شريف اكرامي موجود، وشريف اكرامي حارس كبير جدا جدا طبعاً جدا طبعاً، وعنده خبرات كبيره جدا، وعنده طبعا يعني فاز بكثير جدا بطولات افريقيه، ولعب مباريات صعبه جدا مع النادي الاهلي. انا بالنسبه لي الامر يعني انا لا اقف امام يعني تماما قدام جزئيه ان شريف اكرامي يلعب او محمد الشناوي، دي لا تعنيني. صحيح. انا ممكن تعنيني بعض المراكز الاخرى، لان طالما نكون الاثنين في على مستوى واحد. صحيح. فبالتالي ممكن صحيح. الاهلي اخد بطولات وكان شريف اكرامي هو حارس مرمى النادي الاهلي طبعا وان شاء الله حتى لو موجود طبعا طبعا، ولكن انا ممكن اقف قدام بعض المراكز الاخرى المهمه، مثلا زي مثلا لو لا قدر الله مثلا وليد ازارو مصاب كانت تبقى في مشكله حقيقيه عند النادي الاهلي، لو كان لا قدر الله احمد فتحي غاب كان في مشكله حقيقيه عند النادي الاهلي، عصام عاشور غاب، ايمن اشرف، في بعض العناصر لو غابت لا ممكن تعمل ازعاج حقيقي للنادي الاهلي. صحيح. زي الازعاج الموجود بسبب غياب علي معلول. صحيح. غياب علي معلول لان غياب علي معلول لو علي معلول كان سليم وكان معانا في المباراه القادمه اكيد كانت طبعا كان يفرق، لانه طبعا خاصه ان اللاعب كمان عنده خبره دوليه كبيره قوي. صحيح. يعني شفناه لما حتى في مباراه الترجي لما اخطا وكان سبب في هدف الاهلي الاول للترجي، ازاي رجع بسرعه اثناء المباراه، ما وقفش قدام الخطا بتاعه، ما تاثرش سلبيا بالخطا بتاعه، ورجع ازاي يعني في نفس المباراه وبعديها بدقيقه رجع وكان هو سبب الفوز للنادي الاهلي. دي اللي تدل على ثقه اللاعب في نفسه، على تراكم خبرات عند اللاعب، ازاي لاعب هزه لو حصلت له هزه اثناء المباراه ازاي يقدر يخرج منها سريعا، ازاي ممكن يتغلب على حالته النفسيه في الملعب. في لعيبه لو اخطات اثناء المباراه بتبقى خارج الجيم طول المباراه، لكن لما يكون لعيب بحجم علي معلول ويمتلك كل هذه الخبرات الدوليه، دي اللعيبه نوعيه من اللعيبه اللي هي تقدر تعود للمباراه حتى لو اخطات. وده نفس الامر موجود عند احمد فتحي، برضه نفس الامر، يعني احمد فتحي ممكن في اي لحظه تلاقيه يصنع فرق النادي الاهلي حتى ومركزه ظهير ايمن، واحنا شفناه في ماتشات كتير جدا احمد فتحي يمكن الفتره اللي فاتت دي، حتى بالامس امبارح شفناه ازاي من ضربه حره بيسجل هدف التقدم للنادي الاهلي قبل ما الوصل يتعادل ويتقدم. امبارح كارترون يعني توجه ليه انتقادات كتير قوي، لان هو كان بيشرك اللعيبه الاساسيين وما فضلش ان هو يريحهم لغايه المباراه اللي جايه قصاد الترجي التونسي، شايف الانتقادات دي ازاي؟ هو الراجل كان بين نارين، يعني هو كان بين نارين، بين ان هو يحافظ على فرص النادي الاهلي في البطوله العربيه، وبين ان هو يحافظ على قوته الضربه. يعني انا بس الشيء الوحيد اللي ممكن اخذه على مستر كارترون هو عدم هو الدفع بمحمد الشناوي من البدايه. انا شايف ان محمد الشناوي مجهد، لعب مباريات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، بس كان الرد النهارده موجود على الصحف وفي مواقع الالكترونيه عن النادي الاهلي على لسان كابتن محمد يوسف كمان ان هو ما كانش بيشتكي من اي حاجه، ما كانش في اي شكوى. ماشي. لكن انا كمدير فني دايما وابدا في بعض المراكز لازم يكون فيها اعمل حساب لاي ظروف طريقه، يعني صحيح. انا كنت شايف ان شريف اكرامي كان وجوده امبارح كان مهم جدا. صحيح. على الاقل يخلص شريف اكرامي نفسه، هو طبعا حارس مرمى كبير وما تفرقش معاه، ما بيقفش قدام حاجه، لكن اكيد لو كان شريف اكرامي بدا اساسا امبارح كان حالته النفسيه كانت تبقى افضل بكتير جدا. ورغم ان هو برضه لما شارك عمل كان بشكل ايجابي، لكن سوء حظه ان هو صحيح. دخل فيها هدفين،
شايف ان ان مشاركه احمد فتحي وده لا يقلل منه ابدا 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 ابدا. انا الشيء الوحيد اللي اخذ على مصر الكرتون امبارح هو عدم الدفع بالشيف كرام من البدايه. انا صحيح. كنت اتمنى الشيف كرام يكون موجود. طب انت ايه رايك في قرار باتريس كارتيرون ان هو ما رضيش ان هو يكمل باللعيبه في المعسكر لغايه يوم الجمعه اللي جايه او لغايه المباراه القادمه، وفضل ان هو يرجعهم تاني على القاهره، وبرده في نفس اليوم او تاني يوم النهارده كان في تدريب للفريق؟ ده طبيعي جدا، طبيعي جدا ان هو امبارح كمان لانه ما لعبش القوه الاساسيه او التشكيل الاساسي، فبالتالي هو عنده تقريبا 50% من اللاعبين ما شاركوش، فبالتالي لازم يعني هو قدامه 2 3 4 5 قدامه 4 ايام فيها منهم يوم سفر اللي هو يوم اللي هسافر فيه اسكندريه. هو كمان حته المعسكرات الطويله دي مزعجه للاعيبه النادي الاهلي. هو قال انا ما بحبش الملل، لان خاصه كمان اللعيبه لسه راجعه من تونس، لسه راجعه من الجزائر، وقبل كده كانوا لسه في معسكر مباراه وفاق سطيف هنا، وبعد كده سافروا الجزائر، وبعد كده قبليها كان في حريه كوناكري. فلا، اللعيبه دخلوا في معسكرات كتير جدا، حتى المعسكرات المحليه هنا. صحيح. النادي الاهلي كمان حتى ان هو بيلعب مباراه في برج العرب او بتاع ده بيخليه بيسافر بدري، فاللعيبه بتخش اجواء معسكر. صحيح. فده امر مزعج جدا، وامر ممكن ياثر سلبيا على اللاعبين اكيد على نفسيتهم. بالظبط بالظبط، لكن بعيد عن اهلهم. طبعا ده بيفرق كتير جدا معاهم، لكن ممكن ده يكون موجود في، ممكن يعمل معسكر قبل المباراه العوده في رادس، ممكن النادي الاهلي يسافر قبل المباراه بوقت كافي. طيب في رايك بقى اهم الكلام اللي هيواجهه كارتيرون طبعا في الفتره الجايه، اهم الانتقادات اللي لسه هيواجهها كارتيرون في الفتره اللي جايه، هيتكلموا على ايه؟ شوف كارتيرون، انا يمكن قلت لحضرتك هنا في اول حلقه ان اهم ميزه عند هذا الرجل ان هو لا يشتكي. الجديد اللي ممكن اضيفه ان الراجل ده كمان بيحول الحاجات السلبيه لايجابيه. يعني عندما تحدثيه عن غياب لاعبين، يعني انا توقفت بدهشه لما سالوه قبل مباراه وفاق سطيف عن غياب بعض اللاعبين في النادي الاهلي. قال لما بتتكلمون عن غياب يا ريت تتكلمون على ان في لعيبه رجعت. فازاي هو بي 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 ازاي هو بيواجه الانتقاد او السلبيه بشيء ايجابي، ده شيء يحسب له. فانا لحد دلوقتي متمسك ان كارتيرون هو افضل مدير فني جه للنادي الاهلي في هذا التوقيت، لانه طول ما في مدير فني عندك قادر يتعامل مع كل الظروف الموائمه وكل الظروف المتاحه ولا يشتكي، فهذا مدرب جيد. كمان ان هو يحول الامور السلبيه لامور ايجابيه ده شيء يحسب له. انا ما شفتش راجل لحد دلوقتي بيطلع ينتقد في اي مناسبه، ما انتقدش اي لعيب من عنده. ما بينتقدش الظروف ولا المناخ ولا درجه الحراره ولا الاجواء ولا التحكيم. صحيح. يمكن لا، دايما بالعكس بيرد، بنقوله طب دلوقتي ان جيل صناعي هتعمل ايه؟ يقول لا، اللعيبه اللي عندي عندهم خبرات كافيه ان هم يقدروا يواجهوا اي بيقول عندك غيابات كذا كذا، لا احنا ساعدنا فلان وفلان وفلان وفلان. هو ما بيحاولش يصدر طاقه سلبيه للاعيب ولا جماهيره. صحيح. فبالتالي دايما بيخلينا متفائلين، يمكن تصريحاته شويه بتدي نوع من التفاؤل. يمكن لو مدير فني جه متفائل وواقعي في نفسه. واقعي طبعا، واقعي جدا جدا. فانا انتقاداته طبعا هي انتقاداته دي مش هتكون هتبقى على مشاركه بعض اللاعبين. يعني هي اقصى حاجه ممكن تعرض للانتقادات ان هو يشرك فريق على حساب فريق، ودي وجهه نظر. لكن كارتيرون مش مسؤول عن 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 الاجنده المزدحمه، مش مسؤول على حشر البطوله العربيه في وقت فراغات البطوله الافريقيه. يعني انت ازاي ترجع من ماتش وفاق سطيف ترجع تلعب ماتش بطوله عربيه؟ ده امر صعب جدا جدا. حقيقي. وبنشوف ازاي في بعض الانديه، يعني البطوله العربيه حضرتك لما تشوفي، يعني طب خلاص ادي وفاق سطيف امبارح، وفاق سطيف امبارح اللي خرج من دوري ابطال افريقيا على يد النادي الاهلي امبارح كان بيلعب على ارضه وسط جمهوره امام اهلي جده، وبالنسبه له البطوله العربيه اصبحت هي مطلب جماهيري، لان دي البطوله دي بالنسبه لفاق سطيف خلاص ما بقيش عنده غيرها. اذا كان اراد اذا اراد وفاق سطيف انه رغم ذلك خسر على ارضه، خسر على ارضه وسط جمهوره من اهلي جده بمشاركه لاعبنا طبعا المصري محمد عبد الشافي. امبارح وفاق سطيف خرج، يعني شوفي حتى انه ولعب بقوه ضاربه. يعني انا امبارح تابعت مباراه وفاق سطيف واهلي جده، وفاق سطيف لعبت بكل قوه ضاربه اللي لعب بيها قدام النادي الاهلي، ورغم ذلك خسر على ارضه وسط جمهوره. وطبعا كان في ثوره غضب كبيره جدا في نهايه المباراه من جماهير وفاق سطيف، لان كانوا بيعولوا على الفوز بالبطوله العربيه. لكن احنا شفنا النادي الاهلي رغم الغياب، رغم ان اللي عنده مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، وعنده مباراه مهمة مع الترجي، وعنده حسابات فنية ولعب بصف تاني، لكن أو مش لعب بصف تاني، يعني راح بعض العناصر الأساسية، لكن رغم ذلك ما خرجش خسارة أمام الوسط. صحيح. طبعا بغض النظر طبعا، يعني ما فيش وجه مقارنة بين الوصل وبين أهل جدة السعودية. طبعا أهل جدة طبعا أفضل، يمكن خبرات لعيبته أفضل، لكن الوصل امبارح فاجئنا بعرض قوي جدا جدا. حقيقي. طيب يعني من أهم القرارات أو من أهم التوجيهات اللي جت للعيبة من الجهاز الفني، بعاده تماما عن اللقاءات أو الحوارات الصحفية والتلفزيونية، وأكيد
كمان عن السوشيال ميديا، شايف القرار ده ازاي؟ ده قرار ايجابي جدا وقرار اعتدنا عليه، يمكن حتى الاعلاميين الفتره اللي فاتت ما بقوش حتى بيدوروا على النادي الاهلي من كتر القرارات الحظر. يعني انا كاعلامي ما بقتش حريص ان انا او ما بقتش مهتم ان انا اتواصل مع لعيبه النادي الاهلي، ان عارف ان في هذا التوقيت بيتم منع بيتم فرض حظر على لعيبه النادي الاهلي. ده بيديهم تركيز، وعلى فكره هذا القرار بي 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 يعني بينقذ لعيبه النادي الاهلي مرتبات كبيره جدا، ودي قالها لي عدد كبير جدا من اللاعبين، قال ان هم بيكونوا اسعد الناس بالحظر الاعلامي ده، لان هم بيرفع عنهم الحرج في مناسبات كثيره جدا، مناسبات اعلاميه، وخاصه لما يكونوا مرتبطين باصدقاء اعلاميين وكده، بيطلبوا منهم تصريحات معينه في وقت معين، وده بيسبب نوع من الاحراج بحكم الصداقه بحكم بتاع. فبالحظر قرار الحظر ده بيكون طوق نجاة لعيبه النادي الاهلي للخروج من مواقف صعبه كتير جدا جدا. وطبعا انت لو كنا اتكلمنا، لو كان دلوقتي في مسموح للعيبه النادي الاهلي التواصل الاعلامي مع اي وسيله اعلاميه، كان ممكن الناس تاخد النادي الاهلي في سكه، او تاخد لعيبه النادي الاهلي في سكه التعادل مع الوسط الاماراتي، ويخلوا لعيبه الاهلي تنشغل بعض الوقت عن مباراه الترجي. انا شايف القرار ايجابي جدا جدا وفي توقيته المناسب طبعا. النادي الاهلي طبع 60,000 تذكره للقاء القادم قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله على استاد برج العرب. توجه ايه رسالتك لجمهور النادي الاهلي اللي هيروح ان شاء الله هناك عشان يتفرج على اللقاء؟ انا كنت اتمنى ان ما يكونش في تحديد عدد الجماهير، يعني انا اتمنى ان كنت اتمنى كلمه تحديد عدد من الجمهور ده، يعني حتى لو ساعه استاد برج العرب 80,000، لكن 60,000 ده طبعا عدد كبير جدا، لكن ما فيش فرق كبير قوي بين 60 وبين 80، يعني الفرق مش ضخم، يعني صحيح. انت مش بتكلمي مثلا على 20,000 يمكن 80% مثلا. بالظبط، يعني انا طالما قادر ان انا افتح المدرجات ل 80% او اكثر من 80%، يبقى انا قادر افتحها 100%. صحيح. فانا كنت ضد فكره ان تحديد عدد التذاكر، انا كنت اشوف ان نطرح عدد التذاكر بعد المدرجات، وخاصه ان احنا في مناسبات كثيره جدا جدا طرحنا عدد التذاكر لمباريات للمنتخب الوطني، يمكن اخرها مباراه الزمالك وصن داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2016 على ملعب برج العرب، قالوا ان العدد المسموح بالدخول للمباراه 40,000، وقتها كان المسموح ليه ب 40,000، وشفنا استاد برج العرب كان كامل العدد اكثر من 60 او 80,000 متفرج زملكاوي وجمهور. وانا واثق طبعا ان اللي يكون موجود اكثر من 60,000، فما كان يجب على الامن اللي هو القادر ان هو يامن 60,000، طالما القدر ده 60,000 قادر انك تأمن 80,000. كلمة كمان تحديد عدد التذاكر دي بتخلي بعض الناس يعني تخاف من انها تفكر في الذهاب، لانها حتى لو راحت خايفة ان ممكن ما تلاقيش تذكرة في اخر وقت. يعني شوف حضرتك كمية الناس اللي بتطلب منا احنا كإعلاميين تذاكر للمباراة، شوف كم الناس ازاي، الناس كمان خايفة ان هي تروح، لان عارفه ان العدد قليل قوي بالنسبه لها. 60,000 ده هي مش عارفه 60,000 ده يتم طرحهم ازاي، حكايه الحجز الالكتروني، حكايه التذاكر اللي بتتباع في منافس التوزيع في النادي الاهلي، الناس مش عارفه ازاي. لكن كلمه لو احنا كنا قلنا المدرجات مفتوحه كامله، ده كان هيعمل نوع من الهدوء شويه عند جمهور النادي الاهلي. اكيد. طيب خليني بقى اسالك، المباراة القادمة توقعاتك ليها ايه؟ وشايف ايه اللي هيحصل فيها؟ ازاي هيتعامل باتريس كارتيرون مع الغيابات مع الاصابات؟ هل احنا جاهزين بنسبة قد ايه؟ وبرده الترجي التونسي شايف هيتعامل ازاي مع النادي الاهلي؟ احنا كنا بنلعب الترجي في شهر، يعني قبل شهرين بالظبط، يعني احنا كنا في منتصف اغسطس الماضي كان عندنا مباراة مع الترجي في مرحلة دور المجموعات. مفيش حاجة حصلت كبيرة، يعني مفيش ولا كانت في فترة انتقالات صيفية، اللي كانت وقتها اللي كان موسم انتقالات كان خلص في مصر وكانت اتقفل في تونس، فبالتالي مفيش اضافات. يعني الاثنين هيلعبوا بنفس العناصر تقريبا الموجودة. في بعض يعني الاثنين تقريبا لو حضرتك شفت القايمة بتاعت اللي هم لعبوا في اغسطس الماضي، قايمة النادي الاهلي وقايمة نادي الترجي هتلاقيهم قايمتين هم نفس القايمتين، مفيش هتبقى تغييرات محدوده جدا في القوائم. في ممكن احنا زي ما بنتكلم اصابه علي معلول هنا، ممكن هناك يكون عندهم مشكله في حراسه المرمى. رامي الجعيدي اللي هو حارس المرمى تعرض لانتقادات عنيفه جدا بعد ماتش اول اغسطس لما دخل فيه هدفين وهو يتحمل مسؤوليه هدفين. دلوقتي في مقارنه يعني او في جدل، مين اللي يحرس مرمى الترجي، رامي الجعيدي ولا معز بن شرفيه اللي هو الحارس الاساسي؟ نادي الترجي بيعاني من عنده نقطه ضعف في الدفاع واضحه جدا جدا في الفريق، يمكن شفناها بوضوح في مباراه اول اغسطس، ازاي ان كان فريق اول اغسطس كان تقريبا كل دقيقتين او ثلاث دقائق كان بيهدد مرمى الترجي، جاب هدفين في الترجي، وده امر صعب جدا ان الترجي يخش فيه هدفين في مباراه بالنسبه له مباراه كان بيدور فيها على فوز نظيف
بهدفين نظيفين يخش فيه هدفين، ده امر صعب جدا. وغير ان كان في مثلا التحكيم كان ليه دور مؤثر جدا، كان ممكن الفريق الانجولي يسجل اكتر من هدفين. فبالتالي النادي الترجي ما زال يعاني من دفاعات، والنادي الاهلي برضه عنده مشكله هجوميه. يعني اذا كان الترجي بيعاني دفاعيا، النادي الاهلي برضه بيعاني هجوميا، ودي حقيقه لازم يعترف بيها النادي الاهلي. كم الفرص اللي بتتاح ليه في المباريات اكتر بكتير بكتير من المسجله، وده امر ممكن البعض بيعتبر الامر ده ايجابي، ان النادي الاهلي بيوصل كتير جدا للمرمى المنافس. بس يعني الاهم هو ترجمه الوصول للاهداف، الترجمه لكن ترجمه النادي الاهلي للفرص اللي بتتاح ليه اقل بكتير جدا جدا من المفترض والمطلوب. يعني احنا شفنا نسبه النادي الاهلي ممكن تكون الترجمه اقل من 50%، وده امر مقلق جدا. يعني انا شايف ان الترجي يعاني دفاعيا، والنادي الاهلي عنده مشكله في ترجمه الفرص الهجوميه. صحيح. معالي السعيدي كابتن منتخب تونس على التليفون، مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام، اكيد منورنا في كلام في الميديا وبالتحديد في قناه نادي الاهلي. معانا كمان استاذ علاء عزه الناقد الرياضي في الاهرام. ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك زي كريم، زي حالك ربنا يخليك. شكرا حبيبي. أكيد بنسألك عن اللقاء الهام ما بين النادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاية على ملعب استاد برج العرب في اسكندرية، شايف اللقاء ده إزاي؟ والله أولا أنا يعني كنت لاعب في النادي الأفريقي، يعني من أحب الأفريقي، بس دايما يعني ترجي يعني فريق كبير في تونس، فريق أكيد يعني طبعا هو فريق عنده كثير أحباء. الناس الكل يعني في تونس قاعدين بيتكلموا على المقابلة الكبيرة اللي حتكون في مصر. الترجي فاز الأخير، يعني يعني كان آخر ماتش مع ضد الفريق الكونغولي كان ماتش صعب. يعني كان ماتش يعني دارت فيه كل الأحاديث على الـ على الـ الـ الحكم والحكم. كابتن كريم، طب واضح ان في مشكله في الاتصال. كان معانا دلوقتي كابتن كريم السعيدي كابتن منتخب تونس السابق. نرجع نكمل كلامنا مع استاذ بس كريم السعيدي، يعني ده كابتن منتخب تونس السابق ومدافع دولي كبير جدا وشارك في كاس عالم. الاهم ان هو زامل حسام غالي وشريف اكرامي في رحله احترافهم في نورد الهولندي. وكان حريص جدا ان هو يسافر من تونس للامارات ليحضر ماتش اعتزال حسام غالي في الامارات. وانا قابلته هناك وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان هو يكون حريص انه يكون موجود. وانا سالته قال ان انا عرفت من خلال الصحف ان مباراه اعتزال حسام غالي، فقال لك انا جيت الامارات حتى بدون ما اتواصل مع حسام غالي، جيت عشان احضر المباراه نفسها. فانا بشكره جدا، ويعني كريم من الشخصيات او من اللعيبه اللي بجد يعني لعيبه كبيره جدا جدا، وعندها حب كبير للنادي الاهلي واحترام وتقدير للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. اكيد. طيب عايزه ارجع اكلمك تاني عن الجماهير واهميه الجماهير طبعا في لقاء النادي الاهلي سواء بقى هنا او في رادس. فشركه برزنتيشن سبورتس الشركه الراعيه للنادي الاهلي خصصت 5 طيارات عشان تنقل بيهم جماهير النادي الاهلي والاعلاميين لتونس عشان يحضروا اللقاء النهائي ان شاء الله ما بين النادي الاهلي وتونس هناك. شايف الخطوه دي ازاي؟ لا طبعا خطوه مهمه جدا جدا. احنا اذا كنت النهارده انا قريت النهارده في صحافه تونس ان في 8 طائرات تنقل جماهير الترجي هنا، فهم بيقولوا 8 8 طائرات. فبالتالي هم قالوا ان احتمال كبير جدا ان عدد جمهور الترجي هنا يزيد عن 5000، ما بين 5000 وبين 8000 مشجع. وطبعا ده رقم كبير جدا في نهائي انك يكون صحيح. فشايف ان النادي الاهلي وجود اكتر من 2000 او 3000 مشجع ده امر مهم جدا للنادي الاهلي. وخاصه ان جمهور الاهلي اللي بيسافر ورا فرقته بيكون صوته عالي جدا 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 في الماتشات دي. فانا شايف ان هيكون لهم تاثير مهم جدا جدا في مباراه رادس باذن الله. زي ما يكون طبعا انا شايف ان جمهور الاهلي هيكون هو اللاعب رقم واحد. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني لولا ان مباراه امبارح كانت الاهلي مع الوصل كان ما كانش في حضور جماهيري. انا لو كان في حضور جماهيري كانت فرقت بنسبه 100%. يعني النادي الاهلي أكيد. كان لازم كان يفوز. اكيد. رجع لنا تاني على التليفون فضل. كابتن كريم السعيدي نجم منتخب تونس السابق، مساء الخير على حضرتك مره تانية. مساء الخير، ما فيش مشكل. اظن ان في شبكه وحشه في تونس، مش عارف أنا. لا ولا يهمك، كنا بنتكلم عن لقاء النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع الترجي التونسي، وكنا بنسالك انت شايف اللقاء ده ازاي؟ والله اللقاء شايفه يعني ان شاء الله يمر يعني
ظروف ثانية أمنية كويسة، إن شاء الله بتكون الروح الرياضية أهم حاجة في الموضوع ده. أكيد. طبعا لقاء الشقيقين العربيين أكيد. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طبعا الترجي والأهلي يعني فرق دايما بتكون في الدوري النهائي في الدورة الكبيرة دي، يعني فريق مسموع زي الأهلي عنده ألقاب كبيرة. أنا يعني كان عندي الحظ ان العب مع حسام غالي حبيبي في نادي فاينورد في هولندا، وكمان شريف اكرامي اصدقاء يعني اوفياء. يعني طبعا فريق الاهلي فريق كبير، والترجي زاد ما ننساش يعني الفتره دي بيعدي فتره ايجابيه، حتى الاسبوع ده في الدوري التونسي يعني فاز 2-0، يعني كان متميز يعني بعد الفوز الكبير اللي كان في المسابقه في الدوره في اخر ماتش مع الفريق الكونغولي. صح زي ما قال كابتن علاء، يعني فريق الترجي عنده خلل في الدفاع، والاهلي انا بشوف اللي هو الهجوم بتاعه يعني ناقص شويه تركيز، يعني في عنده كثير لعيبه عندهم الخبره فريق الاهلي، وانا بتصور حيكون ماتش جامد زي ما بتقولوا بالادب المصري. ان شاء الله الفوز يكون يعني اللي يلعب احسن هو اللي يفوز ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. هل ناوي تيجي تحضر المباراه؟ نعم. هل ناوي تيجي تحضر المباراه؟ والله كان حسن شرف اني كنت هناك، يعني بقالي 5 شهور في مصر، ان شاء الله المره الجايه بكون هناك ان شاء الله. يا كريم، انت رحت الامارات يا كريم وحضرت ماتش اعتزال حسام غالي. ما قلت لك انا حبيبي حسام عديت معه فتره كويسه في فاينورد يعني 5 سنين، وكان من اللاعبين يعني الجامدين يعني في هولندا، وكان يعني صديق كويس، وانا الشرف لي بكون في اخر ماتش في الاعتزال بتاعه. يعني حسام ما شاء الله عليه يعني لاعب محترف، كان عنده قوه شخصيه كويسه، وانا حقيقي بحترمه صراحه. شكرا لك كابتن كريم السعيدي كابتن منتخب تونس السابق، نورتنا في قناه النادي الاهلي. نرجع تاني نتكلم مع حضرتك استاذ علاء عزت النقد الرياضي في الاهرام. كنا بنتكلم طبعا عن اعداد الجماهير، ويمكن زي ما كنا اتكلمنا كان في تصريح لشركه برزنتيشن سبورتس من ايام ان هي تصفر 5 طيارات مليانه بجماهير النادي الاهلي وبالاعلاميين عشان يساندوا الفريق هناك ان شاء الله في اللقاء النهائي. شركات سياحيه تانيه برضه منظمه رحلات، انا قريت ان او شفت اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي في النادي الاهلي كمان منزلين شركات سياحه في منزله اكثر من تقريبا شركتين غير برزنتيشن. فانت حضرتك ممكن تتكلمي مثلا ان ممكن 10 طيارات تسافر مع النادي الاهلي، يعني ممكن يكون في تكلفه السفريه مش قليله. لا اقل اقل تكلفه 10,000 جنيه، ما اظنش ان دي يعني متناوله للجميع دلوقتي بسبب ارتفاع سعر الدولار. يعني انت بتتكلمي ان التذكره تونس بس 7. صحيح. يعني اعتقد ان بس شركات السياحه دلوقتي يا جماعه عامله الرحله باربع ايام تقريبا، بفطار غدا عشاء حاجه كده، بالاقامه ب 10,000 جنيه. هي يعني انا لولا بس ارتفاع سعر الدولار كان ممكن الرحله دي كانت تبقى رحله سهله جدا 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 للمصريين. يعني كان ممكن مثلا توصل رحله مثلا 4,000 جنيه لو كان سعر الطيران زي ما هو مع ارتفاع سعر الدولار. صحيح. لكن طبعا ارتفاع سعر الدولار تذكره تونس ب 7,000 جنيه لوحدها، فبالتالي الامر يعني فالعروض اللي معموله دي اللي ب 10,000 جنيه دي كويسه جدا يعني جدا على الاقامه والفيزا كمان والوجبات والانتقال من والى للمطار وكمان. في واحد كلمته ازاي ازاي انت تعمل الرحله ب اكيد دول محبين بقى للنادي الاهلي. فعلا فيهم دول عاشقين للنادي جدا جدا النادي الاهلي، ولا احنا مش مشكله، احنا مش عايزين نكسب من الرحله دي، احنا عايزين اكبر قدر. واظن برضو ان نتيجه اللقاء هنا هتفرق في الاعداد اللي رايحه هناك. يعني لو شفنا نتيجه ايجابيه هنا، نتيجه مريحه هنا، لو شفنا مثلا النادي الاهلي بيكسب هنا 3-0 مثلا، يا رب ان شاء الله هتلاقي الناس كلها بقى رايحه وهي واثقه عندها ثقه هناك ان احنا ان شاء الله هنرجع واحنا راسنا مرفوعه. تحجز مباراه تحجز على رحله تونس دي مع الشركات الخاصه دي بدون نتيجه، بغض النظر هم قال لك احنا هنكون مع الاهلي، يعني بغض النظر عن نتيجه مباراه الذهاب، لان قال لك يا اما ان النادي هيكون محتاجنا اكتر في مباراه العوده في رادس، يكون محتاج وجود جماهير بشكل كبير جدا طبعا، ويا اما نروح نحتفل مع النادي الاهلي بالبطوله. قال لك نفسي نحتفل مع النادي الاهلي بالبطوله هناك. فمهما كانت نتيجه مباراه الذهاب، اعتقد جمهور النادي الاهلي هيبقى محتاج جدا جدا جمهوره في مباراه العوده في رادس باذن الله يوم 9 نوفمبر. يعني الماتش هناك هيكون لازم لا بص مستحيل يعني بحكم النهائيات اللي فاتت دي كلها، مستحيل ان في فريق بيحسم لقاءات
بيحسم الامر في مباراه الذهاب يمكن شويه، لان دايما بيكون فيه رومنتادا مثلا متوقعه للفريق الاخر يعني وهو في وسط جمهور. شفنا احنا الاهلي لما كسب بطاقه الصيف 2-0 هنا الناس قالوا النتيجه رائعه جدا، لكن لما شفنا مباراه العوده هناك الناس قلقت رغم ان النادي الاهلي تقدم في الاول، ولما لما النادي الاهلي تقدم كل الناس كانوا موجودين بيشوفوا المباراه قالوا ان الاهلي قتل المباراه، لكن شفنا ازاي وفاق الصيف رجع بسرعه تاني وجاب جونين، وكان ممكن كان قريب جدا هو ممكن يعمل منتدى، لكن الحمد لله النادي الاهلي صمت في اخر ربع ساعه، وكان امر صعب جدا علينا يعني عشنا ربع ساعه صعبه جدا جدا. صحيح الحمد لله ربنا صبر. الحمد لله. طيب امبارح في لقاء النادي الاهلي بالوصل الاماراتي كان في شكوى من باتريس كارتيرون على التحكيم، وقال احنا كان لينا ضربه جزاء ولم تحتسب. تقنيه الفيديو او الفار ان شاء الله هتتم تطبيقها في اللقاءين النهائيين لبطوله دوري ابطال افريقيا في اللقاء القادم على برج العرب باذن الله، واللقاء اللي بعديه في رودس. تقنيه الفار او الفيديو هتساعدنا قد ايه؟ لا هتساعدنا بنسبه كبيره جدا جدا، احنا لحد دلوقتي هل حظنا وحش في التحكيم الافريقي؟ احنا عندنا حاجتين الاهلي مش محظوظ فيهم يعني، ان دايما بيلعب الترجي دايما وابدا يعني، الاهلي بكل ما بيلعب الترجي في اي في دوري ابطال افريقيا حتى في الكونفدراليه لما لعبوا الكونفدراليه دايما وابدا النادي الاهلي بيلعب الترجي مباراه الذهاب في القاهره، يعني الاهلي مش محظوظ خالص مع الترجي في القرعه، دايما يلعب مباراه الذهاب في القاهره ومباراه العوده دايما بيكون في تونس، وده امر من سنه 90 يعني، تخيل من اول مره النادي الاهلي قبل الترجي فيها لحد اخر مره الاهلي قبل الترجي فيها دايما تبقى مباراه الذهاب في القاهره ومباراه العوده تبقى في تونس، وده امر يعني مصادفه غريبه جدا جدا جدا. تاني حاجه ان النادي الاهلي طبعا ما ينساش بطوله 2011 اللي خسرناه، اللي احنا خرجنا من بسبب هدف انرامو الشهير بالتحكيم افريقي فاجر جدا. تقنيه الفار دي طبعا هيكون اكتر مستفيدين بيها، لكن للاسف الشديد طبعا احنا تقنيه الفار دي الاتحاد الافريقي استدعى 9 حكام منهم 6 حكام ساحه، للاسف السته دول منهم حكم مصري اللي هو الكابتن جاد جريشه، فكان جريشة استبعد منها، كان فيها فيكتور جوميز الجنوب افريقي وبلاك تسيما ملاك اللي هو الاثيوبي، وطبعا دول هيستبعدوا من اداره المباراه النهائيه لانه اداره نصف النهائي. الزامبي سكرازي برضو تم استبعاده من اداره مباراه الترجي مع اول اغسطس، فبالتالي بقي عندنا حكمين بس للمرشحين للنهائي او هم الحكمين اللي هيديروا النهائي، الجزائري سعد مشرف مهدي شرف والجنوب افريقي اسف بكاري جزامة الجنبي. فللاسف الشديد يعني احنا فوجئنا فجاه ان لقينا نفسنا ما فيش غير 2 حكام بس. صحيح. الجزائري اللي هيدير مباراه، انا كنت اتمنى ان بكاري جسام يدير مباراه الذهاب والجزائري يدير مباراه الاياب. يا ريت. بس يعني ان شاء الله باذن الله تقنيه الفار دي هتفرق معانا كتير باذن الله، ونشوف تحكيم عادل ومش هيبقى عندنا اي شكاوي بعد اللقاء. كان هي ضربه جزاء ما اتحسبتش، كان في هدف واتحسب اوفسايد، وهو لو كانت طبقت في من فتره طويله كان النادي الاهلي لو كانت موجوده في البطوله اللي فاتت كانت فرقت كتير قوي. انا اسف جدا. لا ولا يهمك، الف سلامه على حضرتك. طيب لما اتكلمنا عن تقنيه الفار وهتتم ان شاء الله او هيتم تطبيقها باذن الله في اللقاء القادم على ملعب برج العرب، ازاي في الكونفدراليه ازاي بقى مصر تستفيد من يعني ايه استخدام التقنيه دي على ملعب برج العرب؟ ازاي ممكن نستفيد من التجربه دي؟ يعني انا قلت لحضرتك احنا كان عندنا حكم واحد بس مصري اللي هو جاد جريشة، بس هو الوحيد اللي انتظم الحكام المصريين في الدوره اللي عملها الاتحاد الافريقي من يوم 24 اللي انتهت النهارده 29، يعني هي كانت مده 5 ايام بس، كان فيها زي ما قلت لحضرتك 9 حكام منهم 6 حكام ساحه و3 حكام رايه. للاسف ما عندناش حكم الا حكم مصري واحد. انا كنت اتمنى ان اثناء وجود هذه الدوره ان احنا يكون الكابتن عصام الفتاح رساله حكام ان هو يمد الدوره دي للحكام المصريين، كنت اتمنى ان هو يوجه الحكام المصريين ان هي حتى بعد انتهاء الدوره الرسميه اللي منظمها الاتحاد الافريقي للحكام التسعه دي، كنت اتمنى من الكابتن عصام الفتاح ان هو يمد الدوره دي اسبوع اخر ويتم تدريب الحكام المصريين عليها. طبعا الامر طبعا انا عارف ان هو مكلف جدا وصعب جدا ماديا، لكن ممكن تكون فرصه ان احنا على الاقل خالص التجربه تطبق في ملعب مصري، فبالتالي ممكن جدا نستفيد من التجربه دي ان احنا نشوف ازاي التجربه عملي بتطبق ازاي في ملعب برج العرب،
ويكون في اكتر من حكم مصري يكون، اتمنى يكون في اكتر من حكم مصري يكون موجودين. كابتن عصام فتحي اتمنى يكون موجود في الغرفه اللي هيكون فيها اداره الفار دي، ويشوف ازاي الامر بيطبق عمليا، ويشوف ازاي ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه تطبيقها في مصر. وان شاء الله باذن الله تكون فرصه لينا باذن الله ان احنا لما تطبق تقنيه الفار في مصر هنا واستاذ برج العرب ان شاء الله باذن الله ممكن نستغل التجربه دي ونطبقها باذن الله مستقبلا في ملاعبنا المصريه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب بعيدا بقى عن الفنيات ونسالك عن توقعاتك لنتيجه المباراه القادمه للنادي الاهلي. تمنياتك بقى. لان انا عارفه ان الكوره ما فيهاش اصلا توقعات. لا انا يعني انا على الضوء الفني على لان احنا اصلا لو اتكلمنا عن التوقعات يعني نرجع لمباراه امبارح كده، يعني الوصل ده متزيل جدول بالزبط. الدوري الاماراتي يا جماعه وكان بيعاني في المباريات الاخيره، جه فجاه بيتعادل مع النادي الاهلي وقال المدير الفني وجاب مدرب وطني شاب يعني صغير وبالحمى بقى الشباب بتاع الشباب دي قدر يعمل المباراه. لكن انا لو اتكلمت على اتوقع على ضوء الاداء الفني للفرقتين، لا اعتقد فرصه النادي الاهلي كبيره جدا 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 يعني. والنادي الاهلي يعني انا شفت دفاع امبارح، شفت اتفرجت على مباراه الترجي وحمام الانف اللي كسبها في مشكله في الدفاع. عندهم مشكله، ومباراه اول اغسطس وضحت المشكله دي بشكل كبير جدا يعني. يعني تخيل لما الفريق يسجل 3 اهداف، فريق انجول يسجل 3 اهداف، منهم هدف الغاء الحكم، وفي طبعا كان ضربه جزاء برضه الحكم ما حسبهاش. انا شايف ان لو قسناها امور فنيه، لو النادي الاهلي استغل 50% فقط من الفرص الهجوميه ليه قدام الترجي، وكمان استغل اخطاء الكارتيه الخاصه بالدفاع طبعا. ما انا بقول لحضرتك لو استغل النادي الاهلي 50% من فرصه الهجوميه، اعتقد باذن الله الاهلي يكسب 2-0 هنا في القاهره باذن الله. يا رب ان شاء الله، يمكن اكتر كمان ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الاهرام، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. اشكرك جدا، شكرا لك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده. يوم سعيد عليكم.